مين معانا؟ مين ال... اه اه طيب طيب انا معايا الاستاذ طارق محمود المحامي بالنقد والدستوريه العليا. يا استاذ طارق اهلا بيك يا فندم. تحياتي لحضرتك. اهلا بيك اهلا بيك، منورنا دايما. معلش انا اتصلت بالاعداد، انا كنت متابع حضرتك امبارح في الحلقه. اتفضل. النهارده وانا بحيي حضرتك جدا على التصدي لهذا الواقع المرير اللي انا بعتبره مرير يعني. طبعا هم مش محتاجين علاج نفسي بس، يعني مش عايز اقولهم كم من المستشفيات نعالجهم نفسيا اعضاء الجروب ده، لا يعني هم محتاجين اجراءات قانونيه رادعه يا دكتور محمد يعني. انا الجروب ده والرابطه دي يمكن بتوعدني بالذاكره لروابط الالتراس بتاعت الاهلي والزمالك. انا تقدمت ضدهم باكثر من بلاغ بتهم تجدير الامن والسلم الاجتماعيين. كل حضرتك نشرت النهارده وخصوصا موضوع التابلت اللي ورد على الصفحه بتاعتهم، بتتلقفه جميع القنوات المعاديه للدوله المصريه. لازم نفسك تبقى بكده. يبقى انت ما بتنشر اخبار كاذبه ودي جريمه بيعاقب عليها قانون بموجب الماده 188، ان انت بتتعمد من خلال هذا الجروب او المجموعه او الرابطه تنشر اخبار كاذبه بهدف نشر الفوضى. وانا بحيي حضرتك على الكلمه اللي قلتها، ان حته ان هم بيحاولوا جاهدين، شوف جاهدين، تصدير الياس والاحباط لعموم المصريين. صحيح. هدف هذه الرابطه او الجروب كده. هدفه نشر اخبار كاذبه، ان هم يقدروا الامن والسلم الاجتماعيين، ينشروا الفوضى والاضطرابات، خصوصا احنا في اول العام الدراسي، فما هم يتعمدوا نشر هذه الاكاذيب عبر صفحتهم، وصفحتهم برضو مش هينه. صحيح. مجموعه كثيره. هتتكلموا في حوالي ربع مليون على الصفحه. وانا مش لاقي يعني، انا راجعت شغلهم وتابعت الحلقه بتاعت حضرتك كويس جدا امبارح النهارده، مش لاقي خبير تعليمي بيقدم مثلا حلول. انا فاهم اللي انا شايفه كده، ان هو في اخبار كاذبه بتحاول ان هي تسقط مؤسسات الدوله، اصطياد بعض المعلومات الخاطئه اللي هم بيتعمدوا نشرها، ان هم بيستهدفوا شخص وزير التعليم وليس سياسات وزير التعليم، منظومة التعليمية. احنا لسه احنا ما بنقولش ان هي مليون في المية، وهي لسه بتطبق وبتطبق تحت اشراف رئيس الجمهورية شخصيا. صحيح صحيح. طب يعني قانون يا فندم، يعني لانه حضرتك بتقول انه نشر هذه الشائعات ونشر الاخبار الكاذبة، يعني لو الوزارة مثلا هل ليها انها تتحرك قانونا؟ لانه في الاخر ما يقولونه بأثر جدا. الوزير تراجع عن كذا قرار لانه الناس بتضغط. ما هي دي بقى سلوبي بقى جماعة الضغط. لا بقى يعني انا بتصل برضو بحضرتك دكتور محمد عشان بس اقول لحضرتك ان انا جميع الاخبار الكاذبة اللي نفاها وكذبها مركز معلومات مجلس الوزراء انا جمعتها، وبكره هتقدم ببلاغ ضد هذه الرابطه المهووسه اللي هم بيحاولوا يشككوا في اي حاجه في الدوله، اللي هو انا شايف ان هم معول هدم للدوله المصريه اليومين دول، واحنا بنحاول نصلح وبنقول يلا احنا بنبتدي نصلح منظومه تعليميه لم يجرؤ احد من المسؤولين خلال 30 40 50 سنه ان هو يجي جنبها. صحيح. ان هم طبعا صحيح كده. لا صحيح يا فندم. يعني حضرتك، انا هبقى دلوقتي خارج المساله حضرتك البلاغ. لا مساله قانونيه. انا اشكر حضرتك جدا جدا جدا، لان انا زي ما قلت لك ان دي جماعه ضغط وهيستهدفوك شخصيا. زي ما هو حضرتك قنوات الاخوان بره بتستهدفك، فهم هيستهدفوك شخصيا. لا يا فندم، احنا رزقنا على الله الحمد لله. يعني الحمد لله، وهنبقى على تواصل، يعني نبقى متابعين مع حضرتك المسار القانوني بعد البلاغ اللي هتقدمه ان شاء الله. اشكرك استاذ طارق محمود
المحامي بالنقد والدستورية العليا. خلينا نتابع بقى نشوف الوضع قانوني مش قانوني ايه اللي هيحصل.